السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا كل شيء بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الحلوة زوينة بزاف، اللي هي حلوة تركية ما فيهاش تمارة، لا عدب لا تمارة لا شي حاجة من داكشي اللي ما كنحبوش. وصفة زوينة بزاف كيف ما كتشوفوا، كتجي بحال قلب اللوز، الشاربة العسل ديالها لذيذة بزاف، كتوجد في دقائق. الأهم ما فيهاش معن بزاف، ما فيهاش مقادير كثيرة، ماشي خسارة فيها، كامل نجربوها. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا الفيديو ديالي اشتركوا مع تفعيل الجرس وبارطاجيوها مع الأهل والأصدقاء ديالكم. ويلا بسم الله، بلا ما غادي نكثروا الهضرة، غادي نحتاجوا الكأس إلا ربع ديال الزيت، كأس ديال العنبة، وغادي نحتاجوا 125 غرام ديال الزبدة كتكون طرية، ومعلقة كبيرة ديال الياغورت، خاصو يكون المهم خاص يكون الياغورت سواء كان حلو ولا مسوس، واحد الفانيلا، وغادي نحتاجوا البيكربونات. هاد الوصفه ما فيهاش الخميره ديال الحلوه، نصف ملعقه ديال البيكربونات ماشي اكثر، وكاس الا ربع ديال الحليب، حتى هو بحالو بحال الزيت بنفس وبحراره عاديه، ماشي لا هو سخون لا والو. وغادي نحتاجوا جوج معالق كبار حتى لثلاثه ديال السميد، انا عندي هنا المتوسط، ممكنكم تعملوا اي نوع كان عندكم، تعملوش غير رقيق. غادي نوضع الزبده، وخاصها تكون طريه، ما خاصهاش تكون خارجه من الثلاجه، وعليها الزيت والفانيلا. غادي ندير جوج معالق صغار اللي هو معلقه كبيره ديال الياغورت، من الاحسن ما يكون حتى شي نكهه من غير الفانيلا ولا هكا ناتور. وضعت عليه كاس الا ربع ديال الحليب، ودوك 3 معالق ديال السميده باش هكا تسهل عليا الحلان ديال الزبده، ويتجانسوا ليا العناصر مزيان. غادي نخلط مزيان بحال هكا، وضعت واحد 3 ديال المعالق ديال الدقيق، وواحد نص معلقه ديال البيكربونات ماشي كتر، خاصنا نعبروا باش تخرج لنا نتيجه مزيانه. صافي، وغادي نبداو نزيدوا الدقيق حتى غادي نحصلوا على واحد العجينه كيف ما غادي تشوفوها معايا. كنجمعوا بالدقيق غير بالدقيق حتى غادي نحصلوا على النتيجه المرضيه ديالنا. وصفة رائعة وزوينة بزاف، كنصحكم تجربوها، غير هو طبقوا المقادير، طبقوا النصيحة. دائما كنقول لكم النصيحة هي اللي كتخرج لنا النتيجة مزيانة. انا من بعد ما سليتها قطعتها على ثلاثة كيف ما كتشوفوا هكا، خاص يكونوا قد قد. غادي نحلها هكا، كدير واحد الكمية كبيرة، انا ما غاديش نعملهم كاملين، غادي نعمل غير نصف الكميه ديال هذا، ونصف الكميه غادي نعمل فيها واحد النوع اخر. دائما نستعينوا بالسميد، يعني داك السميد اللي عملنا لداخل، انا درت المتوسط ومشيت هكذاك حتى هنا كنعمل المتوسط، كنعمل لها هكا، كنحرب لها مزيان في السميد. وكيف ما قلت لكم غادي نكمل كامل النصف ديال المقدار، يعني ما عملتهاش كامل، عملت غير نصف ديال المقدار، لان باغي نخرج منها جوج ديال الانواع، واحده غادي تشوفوها معايا اليوم هذه، وواحده اخرى مره اخرى ان شاء الله. صافي، وبديت كنقطعوا، خاصنا نقادوا الجوانب منا ومنا باش هكذا ما يخرجوا لناش دوك المربعات اللي ولا دائما كيكونوا مشوهين. غادي نقطعهم هكا مربعات صغار، وغادي نجيب واحد اللاطه فيها واحد الورق بحال هذا، ورحنا مسخنين الفور درجه الحراره ديالو 180، انا عامله له المروحه من الفوق ومن التحت. غادي نحطهم حتى غادي يطيبوا، ياخذوا واحد اللون احمر بحال اللون ديال قلب اللوز. بالنسبه للسيرو غادي نحتاجوا ليه جوج ديال الكيسان كبار ديال السكر بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، فواحد الكاسروله غادي نوضع ليه كاس ونص ديال الماء، وغادي نوضعوا على النار حتى غادي يغلى، غير غادي يغلى غادي نحيدو. انا السيرو ديالي ما نبغيش باش يتكتل ليا ولا يولي لي فيه داك السكر ولا يتشمع ليا الحلوه ديالي ولا شي حاجه، هاي نعمل فيها هاد السنيده الحامضه، ولا كيقولوا لها هكا السنيده الحامضه، هكا غير واحد القريصه في السيرو باش ما يتشمعش لينا ويولي يتحجر لينا من بعد ما تبات لينا الحلوه. صايي غير غلى غادي نطفي عليه، ما نخليش السيرو ديالي يغلى ويعاود. وهذه الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها بالفور وهي سخونه بطبيعه الحال، خاصها تكون سخونه والسيرو سخون، ما كانش فيها السيرو خاص يكون بارد، ولا هذا واحد خاص يكون بارد، وخاص نحطوها هكا في واحد الاناء ضيق، ضروري ما نعملوه في واحد الاناء اللي يكون ضيق، ولا واحد البلاطو يكون ضيق باش يشرب لينا السيرو مزيان، يعني ما يجي غاطس فيه مزيان.
10 ديال الثواني من بعد ما حطيت عليه السيرو، يعني ماشي بزاف، بديت كنقلبو كيف ما كتشوفوا كيشرب بسرعه. صافي حتى شربت داك السيرو كامل. كتشربوا بواحد السرعه. انا زينتها هكا واحد زين بسيط اللي هو الكاوكاو بدوك دوق البيستاش، كيجي هكا. الا كان عندكم اي حاجه كانت متوفره عندكم ممكن لكم تزينوا بها. وصفه زوينه بزاف مهما كانت البساطه ديالها والمقادير ديالها البسيطه، نتيجتها رائعه، الذوق ديالها ماشي خساره نجربوه وماشي خساره نشاركوها مع الاصدقاء ديالنا. بصراحه هذا واحد الفيديو اللي يستاهل مشاهده كبيره، نتمنى تبارطاجوه مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، الله يخليكم. وبالنسبه للناس اللي جداد عندي في القناه كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا، مرحبا بكم في الوصفات ديالي، نتمنى يعجبوكم. لا سواء الوصفات اللي جايين ولا اللي حاضرين ولا اللي دازوا، نتمنى تشوفوهم. وإلا عجبتكم القناه اشتركوها مع الاصدقاء ديالكم باش هكذا تعم الفائده والقناه تزيد تكبر. كنقول لكم مرحبا بكم مره اخرى، شكرا بزاف وشكرا للمتتبعين ديالي. كنقول لكم على السيرو ما تخليوهش يغلى ويعاود باش يبقى لكم وتقدروا يعني يقدكم في الحلوه ديالكم. انا نسمتو شويه بماء الزهر، وكنذكركم باللي داك السيرو اللي درت كيقد نصف الكميه ديال العجين، يعني انا ديك العجينه قطعتها على زوج، شويه عملت به هذه والثاني غادي نخليه لوصفه اخرى وغادي نخليكم. والسلام عليكم ورحمه الله.